متابعينا متابعي اليوم السابع، أسعد الله كل أوقاتكم بكل خير. معكم محمد حسين من شمال سيناء، وتغطية خاصة لمجهود تقوم به وزارة الصحة للقضاء على ظاهرة الداية في كل المحافظات من خلال فريق تدريبي من الوزارة يجوب جميع المحافظات لتدريب الممرضات وأطباء التوليد على الولادة الطبيعية الآمنة من خلال دورات تدريبية مكثفة. كانت شمال سيناء اليوم على موعد معها وتتواصل، بعدها يتم استخراج تصاريح وشهادات موثقة لكل من يقوم بهذا الدور في أعمال الولادة الطبيعية في كل مكان. من هنا اليوم ننقل لكم جانب من هذه الفعاليات وتفاصيل أكثر مع المسؤولين عن هذه الدورات التدريبية من خلال لقاءات توضح دورهم والمهام التي يقومون بها من أجل سلامة وصحة المرأة في عموم محافظات مصر وخصوصا شمال سيناء. وشوف بقى قد ايه وليه وقد ايه. دكتوره امال عبد الحي، استشاري نساء ولاده، مدير عام الاداره العامه لرعايه الامومه والطفوله قطاع الرعايه الصحيه والتمريض. احنا بيشرفنا وجودنا هنا في محافظه العريش عشان نقدم الدوره التدريبيه، بننمي مهارات الفريق مقدم الخدمه في المحافظه على المهارات بتاعتنا. احنا بدأنا الشغل في المحافظة من شهر 9، بقالنا 3 شهور قدمنا كل البرامج اللي بنقوم بيها في خدمات رعاية الأمومة والطفولة لرفع مهارات الفريق عشان يقدم الخدمة الصحية المتكاملة. احنا دايما شغلنا بيتبع استراتيجية الدولة والحفاظ على حياة المواطن وتقديم الخدمة الصحية المتكاملة ليه. ولو احنا بصينا على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، احنا من أهم أهدافها المحور الثاني كنا بنتكلم على الخدمات الصحية حق المواطن في الصحة، وكان من أهم أهدافها خفض معدل وفيات الأمهات. خفض معدل وفيات الأمهات ده هدفنا الأساسي في الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة، ومن هنا كل البرامج بتاعتنا بتخدم الهدف ده. فمن ضمن الخدمات اللي بنقدمها احنا عندنا برنامج متكامل لتدريب المولدات الممرضات على مهارات التوليد، بياخدوا بعد الكورس دوت بياخدوا شهادة، بياخدوا رخصة معتمدة من القطاع العلاجي الحر بالوزارة، وبيبقى مصرح ليهم بتقديم خدمات التوليد. طبعا المحافظة هنا لطبيعة الحياة فيها والطبيعة البدوية وطبيعة المسافات البعيدة والكلام ده كله، فهي محتاجة ان يكون في المولدة اللي تقدم خدمة الولادة. فطبعا احنا ملاحظين ان المسافات البعيدة دي بتأثر وبتأدي للتأخر في تقديم الخدمة شوية، فعشان كده احنا نقينا عملنا الاسبوع اللي فات كنا هنا موجودين بنختار المتدربين، اخترناهم على اساس ان هم بيكونوا من كل المناطق اللي موجودة في المحافظة على كل الابعاد بتاعتها. وبدأنا بعد ما عملنا لهم السليكشن بدأنا ندرب اطباء المستشفيات اللي هيتعاملوا مع البنات دي عشان يتعاملوا معهم ويدربوهم جوه المستشفى. فإحنا عندنا تدريبين قائمين، بندرب الأطباء الموجودين في مستشفى دير العبد ومستشفى العريش على أساس أن دول أكبر مستشفيتين بيتم فيهم عمليات التوليد، وخدنا الممرضات من قلب المستشفيات دي وخدنا ممرضات من وحدات الرعاية الصحية الأساسية. الكورس بتاعنا مستمر حتى نهاية شهر 5، بيدربوا على كل ما يخص الخدمات بتاعتنا في الرعاية الصحية الأساسية وعلى التوليد. هدفنا الأساسي من ده إن هم يبتدوا يتابعوا حالة الست في أثناء الحمل، إن هم يبتدوا يشوفوا المشاكل اللي عندها واكتشاف علامات الخطورة، نحدد هتولد فين، مكان اللي هتولد فيه، هل المولدة هتقدر تقوم بعملية توليد الست دي وظروفها طبيعية جدا وصحيا هي تنفع تولد ولا لا. لو مش هتنفع هو بيبقى من بدري محدد لها خطة الولادة عشان يبقى فيه ولادة أمنة. ولادة أمنة يعني الأم تكون سليمة والمولود بتاعها سليم، فبتبتدي تحدد خطة الولادة بتاعتها ازاي. لو هي ظروفها
طبيعية جدا والأحوال الصحية بتاعتها تسمح للممرضة أنها تقوم بالتوليد بتقوم بيه، إنما ظروفها لا تسمح بدوت وبيبقى عندها علامات خطورة، فبتبتدي تحضر لها خطة الولادة، إحنا هنولد في أنهي مستشفى، هنروح إمتى على المستشفى، هنجهز إيه استعداداتنا، هتولدي مع مين. وفي نفس الوقت إحنا تدريب البنات المولدات في المستشفيات بيقوي العلاقة بينها وبين الأطباء اللي موجودين في المستشفى، وبتبقى عارفة سكيدول للأطباء موجودين في المستشفى، وبتبتدي هتعمل عمليات الإحالة ليهم لو الحالة محتاجة، وفي نفس الوقت بترجع تقوم بالخدمات رعاية الست في النفاس. فإحنا جزء مهم جدا بيتدربوا على متابعة حالة الولادة عن طريق حاجة اسمها البارتوجرام، وده جراف كده زي الرسم البياني بيحدد البروجريس بتاع الولادة، وفي نفس الوقت كمان بتقوم بعملية التوليد تحت إشراف الأطباء الموجودين في المستشفى. كمان بيتدربوا داخل وحدات الرعاية الصحية على الخدمات اللي بتقدم جوه، خدمات بتقدم رعاية الحامل، تطعيمات السيدة الحامل، بتتدرب على تطعيمات الأطفال، رعاية الأطفال حديث الولادة، بتقوم بزيارات منزلية، زيارات المنزلية بتتابع الحالات الحامل اللي اتأخرت عن معادها وما جات لناش الوحدة، زيارات النفاس بتقوم بزيارة الست النفساء في خلال 48 ساعة الأولى من الولادة وفي اليوم الرابع واليوم السابع وعلى بعد شهر عشان تدي النصايح اللازمة. في كل زيارة هي ليها هدف بتقوم بيه، هي بتقدم خدمات الفحص العام وفي نفس الوقت اكتشاف علامات الخطر، بتدي التثقيف الصحي للأم على الحالة الصحية والتثقيف التغذوي، فكل حاجة هي بتتعلمها في الكورس ده هي بتبقى ليها تارجت معين، هي في حاجات مطلوبة منها انها تحققها. الكلام ده بيتابعوا الأطباء اللي بيجوا يدربوا من القاهرة، كلهم أساتذة وكلهم أطباء معتمدين مدربين، كلهم استشاريين في النساء والتوليد. في نفس الوقت هنا اللي بيتابعهم أطباء النساء اللي موجودين في المستشفى وفريق الإشراف اللي موجود في المديرية وموجود في المستشفيات. يعني نقدر نقول يا فندم إن هو حاليا خلف هذه القاعة يوجد عدد من المتدربات والمتدربين من يعني من الأطباء والممرضين على أعمال اللي هو الولادة بشكل آمن وبشكل صحي، والكلام ده ليس في شمال سيناء فقط ولكن هي خطة للوزارة على امتداد محافظات الجمهورية. طبعا هي خطة الوزارة ان احنا كده زي ما قلت حضرتك في الاول ان احنا هدفنا الاساسي خفض وفيات الامهات، برنامج المولدات دوت من اهم البرامج اللي ممكن تساعدنا في خفض وفيات الامهات. وهل ده يا فندم يعني يبشر ان شاء الله في القريب العاجل بانتهاء دور الداية اللي هو بكل ما فيه من اشياء غير صحية؟ طبعا هو دور الداية، احنا ثقافة بلدنا هي لازم تتغير. الداية دي احنا من التسعينات واحنا بنعمل على ان احنا نوقف الدور بتاعها، بس ما زال الثقافة بتاعتنا بنقول احنا عايزين واحدة تولد في البيت، فلما تبقى عندي حد مدرب بنولده. واحنا فعلا الإدارة بتاعتنا الإدارة العامة لرعاية الأمة والطفولة وقطاع الرعاية الصحية الأساسية شغال من زمان جدا على الفكرة ده. لما بدأنا ندخل المجتمع وبدأنا نلاقي ان في داية وهو ده امر واقع، فبدأنا حتى كنا بندرب الدايات، احنا دربنا الدايات على مكافحة العدوى، يعني كان قد ايه بيجي لنا حمى نفاس بعد الست الداية اللي بتولد والكلام ده، فبدأنا ندرب الداية على ازاي يعني تعقم آلاتها، تغسل ايديها وتحاول تمنع العدوى، لان هو ده واقع، انا مش هقدر اوقف الواقع مرة واحدة. واحنا عارفين في عندنا فكر بيقول ان الداية ما بتعلمش حد شغلها، على فكرة يا دوبك بنتها او اختها اقرب الاقربين ليها، فكده كده هي الداية هتنتهي. فبدأنا نقول طب ناخد حد يحل محلها بقى ويبقى مدرب ومتعلم. حضرتك ذكرت ان هو من ضمن المتدربات ايضا الممرضات في الوحدات اللي هي الصحية في القرى، وده شيء يبشر بانتهاء ظاهرة الداية او كل ما هو غير صحي في اعمال الولادة ان شاء الله. هل في تكثيف في خلال المراحل القادمة لنشر اكثر من ممرضة متدربة في هذه الوحدات وخصوصا القروية والاماكن والتجمعات اللي هي بعيدة عن المدن؟ هو احنا تقريبا حاولنا على قد ما نقدر نختار من كل منطقة هنا في المحافظة نختار بنت ممرضة تتدرب مهارات التوليد، فان شاء الله دي اول دورة لينا بنقوم بيها هنا في المحافظة. هل في امكانيات ان احنا نقوم بدورات تانية؟ ربنا يسهل ان شاء الله،
على قد ما نقدر ونشوف نجاحها. احنا دربنا في الوحدات الصحية وفي نفس الوقت خدنا من المستشفيات. احنا في المستشفيات هنا هيساعدنا على حاجة تانية خالص، وجود المولدة في قلب المستشفى بتساعد ان هي تعمل تقيم حالة الولادة لحد اخر وقت. ده هيعمل لي حاجة تانية خالص، اللي هو هيقلل عدد الولادات القيصري اللي احنا دلوقتي بقينا نشتكي منها، لان الولادات القيصري دلوقتي احنا في مصر بقينا معدل عالي جدا. لازم نوقفه، فمش هيوقف فعلا، هو لازم نوقف كل ما هو غير صحي في التعامل مع الولادة. يمكن مزيد من التفاصيل عن التدريب ومحتويات التدريب مع المسؤول، السيد المسؤول عن البرنامج التدريبي في اليوم اللي هو القادم من وزارة الصحة، نتعرف يا فندم وقول لنا ايه اللي بيحصل هنا وراء هذه القاعة للمتدربات. فوزي فتحي من الإدارة العامة لرعاية الأم والطفولة، منسق البرنامج التدريبي لدعم خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل بمحافظة شمال سيناء. الحقيقة إحنا الأنشطة التدريبية اللي بتتم في محافظة شمال سيناء من خلال وزارة الصحة والسكان في الوقت الحالي، طبعا بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام الخاص بمحافظة شمال سيناء والعمل على رفع كفاءة الخدمات بكافة أنواعها داخل المحافظة، وطبعا من أهم الخدمات اللي بتهم المواطن السيناوي والمواطن المصري بشكل عام طبعا هي الخدمات الصحية. في هذا الإطار احنا بننظم حزمة من البرامج التدريبية المختلفة بصفة خاصة على الخدمات المرتبطة بصحة الأم والطفل، وكان في تكثيف الحقيقة لكل البرامج التدريبية دي خلال المرحلة السابقة، وتحديدا من سبتمبر 2021 نظمنا حزمة كبيرة من البرامج التدريبية لرفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية من الأطباء والممرضات على تقديم الخدمات الصحية الخاصة بصحة الأم والطفل. بتتوج حاليا الحقيقة ببرنامج تدريبي هام جدا، وهو برنامج تدريب الممرضات على المهارات الولادة الطبيعية. الحقيقة ده كان فيه حتى يعني طلب بشكل مباشر من معالي السيد محافظ شمال سيناء من حوالي سنة ونص أو سنتين. الحقيقة كان يعني من المطالب الملحة لمحافظة شمال سيناء نظرا لطبيعتها اللي بتحتاج لانتشار فريق طبي قادر على تقديم مهارات الولادة في ربوع المحافظة للتغلب على الحواجز الجغرافية والمسافات الطويلة بين أماكن إقامة المواطنين و المنشآت الصحية، زائد صعوبة الانتقال نتيجة الظروف الخاصة بالمحافظة. فالحقيقة من وقتها وإحنا بنقوم بعملية تخطيط دقيق جدا لتنفيذ البرنامج التدريبي ده، لأنه لابد لي من تخطيط خاص وبرنامج طويل ممتد بتتراوح مدته من 5 لـ 6 شهور، بيتخللها تدريب من النواحي النظرية ومن النواحي العملية. النواحي النظرية المرتبطة بأساسيات رعاية السيدة في من بداية فترة إعدادها للحمل وأثناء الحمل وما بعد نهاية الحمل، وكذلك رعاية الطفل. فدي كلها جانب معرفي بيبقى مهم يتم تغطيته من الناحية النظرية، وكذلك الناحية العملية والإكلينيكية من خلال قيام الممرضات تحت أشراف المدربين الاستشاريين النساء من وزارة الصحة والسكان بالقاهرة، بالإضافة للفريق طبعا وأساتذة واستشاريين النساء في محافظة شمال سيناء. بيتم تدريب أو تنفيذ التدريب العملي والإكلينيكي للممرضات للتحقق من قدرتهم في نهاية البرنامج التدريبي على القيام بالدور المنوط بيهم. إسراء حسن، رعاية أساسية، مديرية الصحة بشمال سيناء. بالنسبة إحنا لينا كفريق مديرية قدمنا كل التسهيلات من توفير قاعات لتدريب التمريض والأطباء. تدريب نوعين، في تدريب تي او تي للاطباء قسم النساء مستشفى العريش العام مستشفى بير العبد، لان دول بعد كده بدورهم هيمارسوا دور الاشراف البنات لما يروحوا يضربوا في المستشفيتين. بعد نهايه التدريب هيتم تسليم الممرضات اللي هتجتاز الاختبار شهاده، وهيبقى في حفل التخرج وحضور معالي سيد اللواء المحافظ وكيل وزاره الصحه، وكمان هنقدم لهم ترخيص مزاولة المهنة، وده بيخضع للرقابة المستمرة، وبيبقى برضو يعني بتخضع للامتحان عشان تجدد الترخيص مش مدى الحياة يعني. وكمان كل متدربة هيبقى معاها الكتاب اللي هي الولادة الآمنة مرجع ليها بالنسبة لما تيجي تشتغل يعني، وهي طول ما هي بتمارس المهنة هترجع للكتاب دوت، وهيتسلمه لها هدية من وزارة الصحة برضو تبع التدريب.